استحضار التاريخ وتخليد رموزه عن طريق الفن، فكرة قام بها رسامون من مدينة الكاظمية شمال بغداد. رسومات لمناظر طبيعية وفلكلور شعبي ولوحات لشخصيات مهمة من محلة الأنباريين. رسمها فريق أثر الفراشة على جدران بيوت هذه المحلة التاريخية. طبعا احنا فريق اسمه فريق أثر الفراشة، بدينا بفكرة نهاية تقريبا قبل 3 سنوات ونص. رسمنا العديد من المدارس، رياض الأطفال، جداريات، دور الدولة. بالفترة الأخيرة طبعا خلال فترة الحظر الأخير اللي صار عندنا، فكرنا انه ننقل رسوماتنا للأزقة برسم البيوت وتزيين البيوت، خاصة هاي المناطق اللي هي مناطق تراثية وأزقة قديمة. حبينا ننبه عن الناس بهذه الفكرة، بدينا بتجربة بيت واحد وانتشرت الفكرة وطالبونا كل المنطقة انه نرسم هذه الرسومات. عمل فريق أثر الفراشة تطوعي، وبأدوات بسيطة حولوا جدران محلة الأنباريين إلى تحفة تسر الناظرين. رغم احنا يعني العلم لا مدعومين من اي شيء، بس هاي عندنا المواد تزيد من شغلنا الخاص، احنا تجينا احسن ما نذبهن لو نترخص منه بالبيت، قلنا يا بلا تحتاجهن ولا العالم من يسمع تطوع وهاي شو يسوي طيه يساعدنا الطين، احنا شو نسوي؟ نستغلهن بمن نصبغ هاي الحياطين، هاي البيوت اللي الجداريات اللي ماكو احد، اجور يعني بسيطه مرات نطلع وهاي المواد تشوف حاليا كلها رسومات بغداديه. من ثمار هذه الفكره انها لفتت الانتباه الى محله الانباريين وعرفت بشخصياتها عند جيل الشباب من العراقيين. ومن ايجابيات هاي الفكره والفريق يعني شخصيات من الكاظمية، شخصيات معروفة سابقا كانت عليها غموض، الآن أمثال حسين علي محفوظ، أمثال علي الوردي، ذولا شخصيات من الكاظمية مفكرين وناس يعني مثقفين. يعني الشباب بعمر صغير من يجي يسأل هاي من هاي الشخصية، يقول له هاي شخصيات علي الوردي، علي الوردي من الشخصيات اللي معروفة على مستوى العالم. عبق التاريخ يتسلل من هذه اللوحات التي تخلد قصة محلة قديمة هي جزء من سلسلة عراقة الحضارة العراقية.